يسعد لي مساكم، يسعد لي اوقاتكم، الله يسعدكم صبايا من وين كنتوا عم بتتابعوني. كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله يا رب وانتوا بتشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحه وعافيه. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. خلونا نصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيديو اليوم رح شارككم روتيننا بيوم العطلة. رح نشرب قهوتنا مع بعض وبعدين رح نحضر الغداء. اليوم رح ساوي مشاوي. يلا حطوا لي لايك وخلونا نحضر الفيديو مع بعض. والله بهدول اليومين اللي ما نزلت فيهم فيديوهات شقد اشتقت لكم، وحسيت هيك انه عندي وقت فاضي وفي شي ناقص، انه متعودة كل يوم صور واعمل فيديوهات ونزلها وقعد ادردش معكم بالتعليقات. سبحان الله هدول اليومين هيك كانوا استراحة، وهلأ رجعت لكم من جديد بفيديوهات جديدة وبنشاط وهمة جديدة. طبعا مبلشين الفيديو بفنجان القهوة، يعني فيديو جديد وبداية اسبوع جديدة لازم يكون بداية الفيديو فنجان قهوة. فإذا بدكم تشربوا قهوتكم مع الفيديو يلا قوموا حضروا لكم فنجان قهوة وتعالوا اشربوا وعطوني رأيكم بروتيننا لليوم. هلأ دائما بتجيني أسئلة، بما أنه هلأ بساوي القهوة والله هيك تذكرت السؤال على نوع القهوة اللي بشربها. تسألوني إيش نوع القهوة اللي بتشربيها؟ أنا بشرب القهوة بالنشامي، الكيس اللي بيكون أزرق أو نموف غامق اللي بيكون هيل إكسترا. للي بيحبوا القهوة الهيل إكسترا فعن جد هي كتير طيبة. طبعا هي صرنا نشربها بعد بن حسيب الذهبي، لأنه ما بقت تجي مثل الأول، كانت تجي كتير طيبة بالأخير صارت تجي كتير محروقة، وأنه طعمة الحرق فيها يعني تحسوا حالكم عم تشربوا نسكافيه يعني محمضة من كتر ما أنا محروقة. فجربنا هاي وحبيناها. وعلى فكرة هاي أحيانا بتجي طيبة وأحيانا بتجي لا، يعني بتحسوا القهوة إذا كانت مطحونة ناعم فهي هون بتكون طيبة. أحيانا بيجي الهيل يعني بتحسوا هيك بيطوف على وجه الفنجان وبتكون طحنة القهوة كلها تخشنة فما بتكون طيبة. فهي القهوة اللي بشربها. هلا بما انه هاي العطلة كان اخر يوم كمان بعطلة الولاد، قلت لكم عطلوا اسبوعين، ما شاء الله الايام هيك عم تمشي بسرعة وبتركض ركض، والله ما حسينا فيهم هدول الاسبوعين. هاي خلصوا وانه اليوم اول يوم دوام، هاي اليوم تنين يعني اول يوم دوام، فقلت بقى لازم هيك نودعهم باكلة مرتبة، اكلة بيحبوها، مالنا الا المشاوي. فانه خططنا يعني من المساء، بس سبحان الله يعني الواحد بخطط شيء وفجأة بيتغير كل شيء. قلنا انه بنطلع على الحديقة بنعمل مشاوي على بكير، وبما انه يعني الجو حلو بنشوي برا، بس سبحان الله يعني امبارحة الاجواء عن جد يعني يوم شتوي بامتياز، الدنيا مغيمة، الشمس ما طلعت حتى، والله يعني اذا بقلكن برد يعني على قولة بنتي قالت لي والله بعد ما ضبينا الشتوي شكلنا رح نرجع نطالعه من اول وجديد، لانه انه عن جد يعني برد برد امبارحة. وما شاء الله يعني المطر يعني اللي هون اول ما فقنا كان مطر، رجع هيك عند الظهر يعني هي ما صحصحت الدنيا، تم هيك الجو مغيم وما قدرنا يعني نقعد بالحديقة ابدا ابدا، قلت لكم الجو كتير برد. شايفين هلا هون هيك، بس حبيت اصور لكم شلون الاجواء. هلا هون كانت نازله مطر وموقفه، بس انه ما بينطلع لبرا ابدا ابدا. فعلى بين ما خلصنا المشاوي ما شاء الله يعني مطر كبس، يعني الله يا رب هيك يبعث الخير، ان شاء الله يا رب امطار رزق وفرج على الجميع. قال كنت عم بشرب القهوه وقلت لي بدي اطلع هيك صور الاجواء برا، والله قبل ما اطلع القطط بيطلع وراي، وين رايحه هاي؟ بلكي طالعه مشوار خلينا نروح معاها. طلعت صورت ورجعت دخلت كمل قهوتي وهن قاعدين برا. هلا صبايا بما انه عم بحكي لكم على القطط بدي اسالكم على القطط اللي ولدتهم، يعني القطه اللي عندي، انه طبيعي لهلا القطط لسه ما وقفوا وما مشوا، يعني
صار يعني يا 3 أسابيع يا 4، هي يوم الجمعة ولدت، يعني على الأغلب 3 أسابيع، يعني يمكن 23 يوم عمرهم. لهلأ القطط ما بيوقفوا وما بيمشوا، يعني بتحسون شلون بدي لكم، بيزحفوا على الأرض زحف، ومجرد ما أنهم يعني هيك يرفعوا إجريهم شوي بتلاقوهم هيك عم بيرجفوا، بس انه فتحوا عيونهم، يعني صاروا هيك يعني شكلهم شكل القطة، فتحوا عيونهم انه التنتين نظاميات وما احلاهم، بس لسه ما عندهم هاي القوة انهم يوقفوا او يمشوا، اذا بدهم يمشوا مثلا يلحقوا امهم او شيء هيك على بطنهم وبيزحفوا، فانه هيك طبيعي ولا انه لازم يكونوا وقفوا مشوا؟ هلا بتذكر انا القطط اللي جبتهم قلت لكم وقتها لقيناهم بهذا البيت اللي مقابلنا، يعني ولدانتهم امهم، وانه عم نسمع صوتهم طول اليوم ورحنا جبناهم، بس ما شاء الله يعني كثير بيفرقوا عن هدول، يعني كانوا بيوقفوا بيمشوا، انه جسمهم مليان شعر يعني، يعني مغطى، ما انه هيك مثل هدول اللي عنا بتحسوا لسه جسمهم ما انه مغطى، وغير هيك انه نشربهم حليب نحط لهم بالصحن ياكلوا، هدول لا بتحسوا لسه ما بعرفوا يعملوا شيء ابدا ابدا، بس هيك انه بيزحفوا وبيرجفوا، فما بعرف ليش هيك تاخروا. هي اللي عندها خبره بالقطاط بتمنى تكتب لي. هلا خلصنا قهوتنا وصار بقى لازم نجهز الغداء. بتعرفوا يوم العطلة عندي صحيح بدللهم بوجبة الغداء، بس بختصر عليهم وجبة الفطور. هلا والله أكلنا إنه نسكافيه وهيك شغلات خفيفة، وإنه بدنا نجهز الغداء. مو قلت لكم إنه مخططين إنه يعني نطلع على الحديقة ونقضي يومنا كله بالحديقة، بس سبحان الله ما كانت الأجواء مساعدة، فقمت هون لحتى أجهز الغداء، وأنا مطالعة اللحمة ومتبلتها ومجهزتهم كلياتهم قبل ما إنه أصور، يعني من عندي اللي فقت والله. أول شغلة عملتها قطعت الشيش وتبلته، تبلت الشقف والكباب، قلت بس بحط له البهارات، ووقت اللي بدنا إنه نحطه على السياخ نسيخه ندعكه، وهيك بتصير أمورنا جاهزة. هلا انه اول شيء شفتوا جهزت البيواز وجهزت المحمره، وبعدين بس خلص بدنا نحطهم على السياخ ونبلش بقى بالمشاوي. سبحان الله يعني المشاوي على قد ما انها اكله طيبه وبتحسوها يعني ما بعرف شلون بدي اقول لكم، بتنعجقوا النهار كلياته بالمشاوي، انه تطلعوا اللحمه وتبلوها وترجعوا تجهزوها للشوي، وبعد ما تخلصوا شوي جليل السياخ وضب المنقل وشطف الارض، عن جد يعني شقد هيك الى عجقه، بس والله الواحد بينبسط فيها. وسبحان الله يعني اكله المشاوي يعني ممكن الواحد يوصي عليها المطعم ويروح يجيبها ويجي ياكلها، بس انه لما بتعملوها بالبيت وهيك اجواء الشوي بتكون نكهه المشاوي الى نكهه يعني غير عن انكم تجيبوها من برا وتاكلوها. وكمان بنفس الوقت بما انه هالايام هيك طلعاتنا قليلة ودائما قاعدين بالبيت، فنحاول نعمل شوية اجواء ونغير عن قعدة الصالون اللي منشوي برا. اليوم المشاوي اللي عملتها مثل ما لكم شايفين شقف وشيش، ورح اعمل كباب. عندي والله باذنجان كبير، قلت للولاد ايش رايكم نشوي الباذنجان على الفحم ونساوي متبل، بما انه ما بساوي سلطه يعني مع المشاوي، بس بساوي البيواز ولبن، فبساوي يعني يا متبل يا حمص. قالوا لي لا انه ساوي لنا متبل الافوكادو، قلت خلاص هذا باخر لحظه يعني بساوي. فهون ضميت اللحمه على السياخ وضميت الليمون والبندورة. بالعادة بنشوي جناحات، بنشوي مثلا انه دبابيس، بنشوي اشياء تانية، هالمرة لا اختصرت عليهم بس سويت هدول الاصناف. وكمان والله لانه ما عندي، يعني انا لو عندي انه ابني الصغير كتير بيحب الجناحات، بنتي بتحب الشيش، والكباب بتحسه اساسي. مرة لما صورت انه عم بشوي ليمون في كتير تعليقات كتبتوا لي اياها، انه الليمون بتشوه وبتاكلو، ايه بنشوي يعني مثله مثل البندورة ومثل الفليفلة مثل البصل وبناكله. فمرة صبية كتبت لي انه شلون يعني بيتاكل الليمون ما نمر، والله انا هاي الليمون المشوي يعني شفناها بالمطاعم، شفتوا لما بتاكلوا بالمطاعم المشاوي دائما مع صحن المشاوي في الليمون والفليفله والبصل والبندوره، فجربناها وكتير حبيناها. هلا احيانا لما بتكون الليمونه القشره تبعيتها رقيقه وبتشوها بتتاكل كتير طيبه، بس هدول صراحه شويتهم يعني لما جينا ناكلهم القشره تبعيتهم كتير سميكه، فبناكل بس الليمون يعني ما بناكل القشر تبعيتهم.
هلا هون انا خلصت بقى الشغل اللي علي، انه ضميت اللحمه كلها وجهزت كل اموري، وباقي بقى ابني اللي يشعل النار يعني ونبلش بالشوي. فقلت لحالي خليني اطلع واتفقد الخضره برا، بما انه ماني نقمت في الخيار، شفته من يومين قلت لا اطلع اشوف شو في خيارات. يعني شفت عندكم ما شاء الله شتلات الخيار، البندوره مليانين. يعني قطفت الخيارات ودخلت على الصالون، شفت قطفت 4 خيارات، قلت يلا بعطي لك كل واحد خياره. ولا بتقلي مرت عمو ليش قطفتي الخيار؟ قلت لا ليش، صار لي يومين ماني مقطفته. قالت لي انا الصبح طلعت وقطفتهم ما شاء الله مقطفه، قالت لي 8 حبات أو 9 حبات. يعني شفت عينكم انا الحبات اللي قطفتهم مانن صغار، يعني حجمهم كتير منيح. قالت لي لا اللي قطفتهم انا كانوا اكبر من هيك، فما شاء الله. يعني شفتوا الشكل الوحده كم حبه خيار شايلين، فهيك عم نقطفهم وبناكلهم. قلت لحالي بما انه طلعت على الحديقة وعم صور لكم الخضرة يعني اللي زرعناها، خليني صور لكم الوردات وفرجيكم شلون مفتحين. وعن جد صاير منظر الحديقة بجنن، بس سبحان الله شفتوا هن الوردات شلون زارعينهم، يعني انه بس عند المدخل قدام البلكون، يعني باقي الحديقة ما نزرعين فيها شيء ابدا ابدا، انه مجرد شجرات. فانه لو الحديقة هيك فيها زريعة، لو فيها وردات كان صار منظرها بجنن سبحان الله. يعني الورد وين بتحطوه بيعطي جمالية للمكان غير شكل، والله صاير منظر الحديقة بيفتح النفس. خلصت لكم تصوير الحديقة ورحت على الحديقة الخلفية. قلت لكم نحن من قبل كم يوم ومخططين انه يوم الاحد بدنا نطلع نقضي بالحديقة ونشوي يعني، وهيك نتودع من الاجازة. فقال ابني شو بده يطلع لبرا يغير لنا ديكور الحديقة. شفت شلون مبدل طاولة اللي بالحديقة اللي بناكل عليها مع الكنب اللي موجود. انا كنت حاطة الكنب يعني انه لما تقعدي تكون الاطلالة هيك على انه الجبال والوادي اللي تحت. راح ابني قلبهم بالعكس وحط الطاولة من الطرف الجواني. يعني فقلت له ليش غيرت؟ عم قال لي ايه غيرت لكم شكل عشان لما تقعدوا على الكنبايات تشوفوا اللي قاعدين على الطاولة عم ياكلوا. بس قلت له هيك لما بنقعد بصير وجهنا على البيت، يعني هلا هون مقابل هدول الكنبايات صار عندي شباك المطبخ. فقلت له لا مو حلو هيك. قام قال لي هيك هيك ما قعدنا، يعني غيرت لكم ديكور وكنست لكم الحديقه وما استفدنا منه شيء. هلا ما بعرف ليش يوميتها انه جاي على باله يطلع يشتغل بالحديقه. قلت لكم انه ما لهم هيك هواي وهدول الشغلات، بس والله اخذ التليفون تبعه طلع كنس وبدل الكنبايات وبدل الطاوله وبعدين دخل لجوا. هي قبل بنهار لانه كان الجو انه حلو، بس شفتوا اليوم يعني لما طلعت على الحديقه وهيك عم صور ويا رب نخلص شوي قبل ما انه تنزل المطر علينا يعني. يعني خاصة انه برد يعني وبصير مطر، وبتعرفوا المطر والجأجأة ومشاوي وفحم يا سلام. فهون على بين انا ما خلصت كل اموري، ابني الله يعطيه العافية شغل لي النار. شايفين هالفترة ما شاء الله سبحان الله، احيانا الواحد بتعدي عليه الظروف يعني بيتغير شقد. مثلا مثل هلا ابني الكبير والله يعني ما كنا معتمدين عليه بشيء ابدا ابدا، يعني انه الاب موجود مثلا بنروح على السوبر ماركت بنجيب خضره كله انه انا وجوزي، انه ابني ما لنا معتمدين عليه. احيانا مثلا له جيب معك خبز، مر عند العربي مثلا جيب، هيك الشغلات الخفيفه اللي بيعرفها يعني. ورغم هيك بيصورنا وبيبعث لنا. فهلا بمرضة ابوه يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني الواحد بنحط بهيك ظروف يمكن شان يقوى شوي، شان يصير عنده خبرة بالحياة. يعني سبحان الله، يعني كل ظرف الواحد بيتعلم منه شيء، فصار هو المسؤول عنا بكل شيء. يعني تخيل المشاوي، والله ابني الفحمات اصلا شلون بده يحطهم ويشغل المنقل ما بيعرف، فصار هلا يشغل المنقل ويستلم المشاوي كلياتهم، بيروح على السوبر ماركت بيجيب لنا الاغراض عند العربي على الخضرة. هلا الخضرة اكثر الاحيان بتروح معه يا مرت عمه يا انا بروح معه. فشفتوا انه احيانا الواحد لما هيك بينحط بظروف صعبه بيطلع منه شيء وبيتعلم شغلات جديده. الحمد لله رب العالمين على كل حال.
هلا والله هون انه صار الوقت يعني العصر وهيك، قلت لهم شكله راح تنزل مطر، خلينا انه نطلع نشغل الفحم يعني ونبلش شوي. فقالت لي مرت عمو انه انا بشغل، انا ما بعرف اشغل كمان يعني، مو بس اولادي ما بعرفوا، انه بتلاقونا معتمدين على الاب بكل شيء يعني. فقالت لي مرت عمو خلص انا بطلع بشغله. فاجا ابني قال لها انه لا انت بدك تشغليها وبرد وهيك، خلص ادخلي لها جوا وانا بشغله. فشغل النار وشفته بلشنا نشوي، وانا مجهزه يعني، باقي بس انه نشوي الخضره وانه جهز المتبل وبعدين بدخل لجوا. فقالت لي مرت عمو خلص روحي انت صوري وايش بدك تعملي، وانا باخذ الكباب بدعك لك اياه وبسيخ لك اياه وببعث لك اياه على المنقل. شفتوا وقت اللي صورت لكم بالفيديو السابق انه وقت اللي كنت عم بشطه في البلكون وعم بشطه في مدخل البيت، وقلت لكم انه على اساس بدنا نبلطه، بس والله انه لانه التكلفه كتير كبيره فشلنا يعني هي الفكره او اجلناها يعني. فكتير صبايا علقوا لي والله ما في داعي لا تبلطوا ولا شيء يعني، هيك اموره تمام وخلص يعني. وكمان يعني النسبه الاكبر انه بما انه البيت اجار حرام تتكلفوا عليه. هي والله هي النقطه يعني اللي قال لي اياها جوزي، قال لي انه بدنا نتكلف على هذا البيت على اي اساس يعني؟ لا هو بيتنا ولا ضمنانين انه نقعد فيه مثلا 5 سنين يعني. عقد اجارنا هو سنوي، قال لي لو انه اخذين عقد الاجار 5 سنين اوكي الواحد ببلط وبيقعد يعني وبيستخدمه، بس انه بجوز واحد يبلطه من هون لاخر السنه يقولوا لنا اطلعوا من البيت من هون، فخلص يعني انه ممشين امورنا. هو يعني اكيد الواحد ببلاط بدون بلاط بمشي اموره، بس قلت لكم انا انه لما منبلطه وواحد هيك بيشطفه والله بيصير المنظر يعني غير شكل. فخلص يعني هلا هيك هيك ما لنا مبلطينه، فالحمد لله رب العالمين. حتى والله اول ما جينا قعدنا بالبيت يعني، قلت لكم نحن ايش قد اشتغلنا بالحديقه غير جوا يعني، اخذنا المطبخ عملنا له بويا، البيت كلياته عملنا له بويا، لاني قلت لكم ان البيت كانوا تركينه مثل انه مزرعه بيجوا عليها باخر الاسبوع. حتى والله انه الحمام كمان عملنا له هيك يعني مثل ما بيقولوا تجديد بسيط يعني، انه الحمد لله رب العالمين صارت اموره ماشي حاله يعني. انه بس لما انه بدنا نشتغل بالحديقه او هيك، فانه جوزي اقترح عليهم انه لما بدنا نبلط وهيك انه ايش رايكم نحن مثلا بنشتغل كل فتره شغله بالبيت بنجدد فيه وبنسوي مثلا انه الحمام بنشطبه من اول وجديد ومنبلط برا وهيك، بس انه كل فتره وبس انه هذا الشيء تشيلوه من الاجار يعني بدل الاجار نحن بنشتغل فيه. فقالوا له لا يعني انه ما عجبتهم الفكره انه انتم ايش بدكم تساووا فيه ترتبوا فيه انه انتم تساووا، نحن ما بدنا نساوي شيء. قالوا له نحن هيك هيك يعني بعد فتره رح نبيع البيت، هو البيت للأم يعني، وبس من توفت الأم بعد عمر طويل البيت رح ينعرض للبيع ورح يبيعوا. فحطينا وقعدنا والله ما سوينا شيء، قلت لكم انه شغلات بسيطة لانه نحن جددناها لحتى بس انه نسكن فيه ويطلع يعني انه مرتب. وهلا هون خلصنا المشاوي ومرت عمو دعكت لي الكباب وسيخت لي اياه وبلشنا نشويهم، واخر شيء سوينا المحمره. شفتوا المحمره انا وقت اللي جهزتها معاكم حطيت المحمره وزيت زيتون وحطيت لها شوي من سلطه البيواز يعني، بس قبل ما تبلها بس حطيت لها البصل والبقدونس يعني وحطيتهم بقلب السندويشات. وهلا هون بدنا نشويهم على الفحم وتعالوا كلوا هاي السندويشه مع سيخ الكباب، عن جد نكهتها بتكون كتير طيبه. هلا هون كمان بدي اقشر البصل، البندوره ما قشرتها لاني بدي اخذها انه على الطاوله هونيك هيك، خلي كل واحد يقطعها، بتعرفوا اذا تقشرت بتفرط معكم وقت التقطيع، هيك كل واحد بياخذ البندوره تبعيته بيقطعها بيرش لها ملح وبياكلها. وكمان الليمون انشوى، وهي هون متبل الافوكادو شفتوا جهزته معاكم، ولا اسهل من هيك يعني متبل الافوكادو مثله مثل متبل الباذنجان. شفتوا هرست الافوكادو حطيت له سنين ثوم وحطيت له معلقتين طحينه معلقتين زبادي او لبن يعني وملح وليمون وخلص صار جاهز. وهذا البيواز كمان تبلته بعد ما حطيت له السندويشات، حطيت له زيت زيتون وليمون وملح. شفتوا انا كنت حطيت له بس السماء وقت اللي حطيته بقلب السندويشات، وهي خلصنا كل المشاوي وما شاء الله يعني على اخر وجبه
بلشت المطر يعني كبس، فقلنا لحالنا خلينا نفوت المشاوي ونفوت لجوا بسرعة. هلأ هو محل ما لنا قاعدين في مظلة يعني ما رح تنزل المطر، بس ما شاء الله على قد ما كانت المطر قوية بتحسوها هيك عم تنزل بالمايل وتدخل لجوا. فالحمد لله رب العالمين، هي خلصنا المشاوي ودخلنا، حتى والله آخر وجبة قلنا خلص هيك بدنا نحطهم بالسياخ ونقعد ناكلهم. بتعرفوا المشاوي ما نن طيبين إلا هن سخنين، وخاصة اللي بيكون قاعد برا وبردان، فخلص بس بده ياكل الأكل ويكون سخن. فهيك كان غدانا لليوم، والحمد لله رب العالمين على هالنعم. الله يا رب يدومها علينا ويحفظها من الزوال. وبس بدي اذكركم يا صبايا، بتمنى منكم اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وحبيتوه وما كنتوا مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي. واذا كنتوا من اصدقائنا وحبايبنا بالقناة فعم بستنى تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة، خلي لي قلبكم. انا شايفين ما شاء الله الامطار شلون. هلا في لقطه اخذت لكم اياها وقت اللي خلصنا مشاوي، لسه ما كانت الدنيا انه هيك عتمه هون، على بين ما خلصنا وجلينا الجليات ما شاء الله تبارك الرحمن يعني انغسلت الدنيا كلياتها. شفتوا وقت اللي رحت اقطف الخيار شلون كانت الشتلات هيك متوسخين، لاني بتحسوا هيك غبره بينزل شويه مطر فبتحسون هيك تعبوا كلياتهم تراب. هلا اكيد بعد هاي المطره هيك نطفوا وصاروا الشتلات بجننوا. فالحمد لله رب العالمين، الله يا رب يبعث الخير. هاي هون مطبخنا صار مثل الفلة، خلصنا جلي وشطفنا الأرض، ولهون بكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته. وهلأ صار لازم وداكم وقلكم إن شاء الله بشوفكم فيديوهات وروتينات جديدة على خير وهدات بال.